عموما بما اننا بنتكلم، طبعا احنا عملنا مع النجم الكبير ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، هو معانا على التليفون طبعا دلوقتي. يا كابتن خالد، ازاي حضرتك؟ الفل يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبارك انت؟ كله كويس والله الحمد لله، كله زي الفل. يعني الاستاذ محمد ناجي والاستاذ احمد رشاد والاستاذ سليم سعيد والاستاذ احمد سليم عليهم كثيرا جدا جدا جدا، حاجه رائعه يعني. يعني احنا النهارده بنحتفل مع جمهورنا بعدد البطولات 23 بطوله في العاب الصالات الحقيقه، او في وبقيه الالعاب. وبالتالي يا كابتن خالد كل التحيه وكل التقدير، احنا عملنا مع حضرتك حلقه طبعا يعني كانت الحقيقه من احلى الحلقات ومن اجمل الحلقات اللي اتعملت في البيت الكبير، ولكن في النهايه يعني خلاص كل حاجه خلصانه وكل الناس بتاخد اجازات. بالعكس انت بتبدا بقى الموسم، او بالفعل كابتن خالد بالمناسبه يا جماعه ما خدش اجازه، يعني مش زي بقيه الناس. كابتن خالد قاعد كل ما اكلمه، طب معلش اسلام نص ساعه وكلمنا، يكون بيخلص حاجه وما بيقوليش هو بيخلص ايه، بس مفيش مشكله طالما في الاخر هتقول الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع في الوقت يعني طبعا اللي بيتحددوه، فاحنا بنبقى سعداء جدا. فانا عارف ان الشغل كتير قوي يا كابتن خالد، ولكن البطولات بتاعه السنه اللي فاتت مسؤوليه كبيره جدا لما هو قادم. بص يا كابتن اسلام، طبعا بشكرك على الحلقه اللي حصلت، وبشكرك على كل حاجه ودعمكم الكبير في قناه الاهلي، وكل جمهور الاهلي بشكره جدا جدا، وبشكر مجلس الاداره على دعمه للفرق الرياضيه في النادي الاهلي. لكن فعلا الموسم السنه دي صعب جدا جدا جدا، هتكون اصعب موسم تقريبا على النادي الاهلي. نعم. بعد كم الانجازات الكبيره اللي حصلت السنه اللي فاتت، الناس منتظره اكتر، والناس مش طالبه خساره، واحنا نفس الكلام، كل المديرين الفنيين عندنا، وكل رؤساء الاجهزه، وكل الناس، وكل الاجهزه المعنيه البطولات وبالذات الالعاب الجماعيه، كلهم لا يكلوا لا يملوا، كلهم بيطلبوا الزياده، وكلهم عايزين يبسطوا جمهور النادي الاهلي ويجيبوا له بطولات اكثر واكثر. اتمنى ان هم كلنا نكون على قدر المسؤوليه السنه دي. السنه دي مسؤوليه صعبه، محدش يرضى ان احنا نخسر ماتش، محدش يقدر ان احنا نخسر بطوله، وخساره اي بطوله حققناها السنه اللي فاتت عندنا مشكله كبيره. احنا مقدرين ده وعارفين ده كويس، واعتقد ان كل الناس شغاله على قدر رجل واحد، الناس تقدر يعني جمهور الاهلي اخر يكون مبسوط بفرقه الجماعيه عندنا في النادي، وكل الالقاب وكل الالعاب الفرديه كمان، ان كل الناس بقت متابعه كل حاجه عندنا. فالحمد لله باذن الله، تعب السنه باذن الله، او تعب الشهور اللي انت بتقول عليها ما ريحناش. ما اعتقدش ان في مدير فني عندي ريح لغايه وقتنا هذا، ولا لعيب ولا اي حد، حتى لعيبتنا اللي لما ريحوا راحوا منتخب مصر. فيعني ان شاء الله باذن الله هيكون موسم باذن الله على قدر المسؤوليه وعلى قدر النادي الاهلي باذن الله، وباذن الله هيكون يرضى جماهير النادي الاهلي. نتمنى التوفيق، واتمنى دعواتكم بينا عشان نقدر نعدي الموسم الجديد باذن الله. انا عايزك بس تطمن جمهور النادي الاهلي على يعني كل الالعاب طبعا، ولكن الطائره تحديدا. بص يا كابتن اسلام، انا بس عايز اقول لكم، انا قاعد في المكتب ومعايا كابتن اسلام. خلي بالك انا عارف بعض الامور، بس انا مش هعرف اتكلم يعني، انا مش ما بيخلينيش اتكلم. انا بتكلم بصراحه شديده. اتفضل. طمنوا على كل حاجه، احنا عندنا مجلس اداره بيدي سبورت لكل حاجه. بقول لك انا لسه قاعد انا وكابتن ابراهيم فخر الدين دلوقتي برضو على موضوع الطائره سيدات، بناخد وندي مع بعض الكلام، وبنشوف احسن وسيله للبنات اللي نقدر نطلع بيها من النتيجه كويسه. نعم. باذن الله باذن الله، اذا كانت الطائره اللي جايه خلاص المدير الفني الاسباني هيوصل باذن الله في اول في كمان يومين بالظبط، وباذن الله هيبدا شغل على اخر الشهر، لان انت عارف الطائره عندنا كاسات عالم، وعندنا في بطولات كثيره جدا لفرق الطائره، فهنبدا السيزون 11، فالسيزون شويه متاخر. لكن اللي انا بطمنه ان احنا اي مدير فني عندنا في النادي، او اتواجد في راجل كابتن مدير فني في نادي الاهلي، طلب او بيطلب طلب نقدر نديه له هندسي. مجلس الاداره مش بيتاثر عن اي حاجه، وباذن الله اللي جاي باذن الله هيكون احسن. وفي كل العاب الطايره باذن الله عندنا كابتن ربيع فخر الدين مدير فني كبير، طبعا مش محتاجين نتكلم على مين كابتن ربيع فخر الدين، راجل الاسباني اللي جبناه نفس الكلام عنده انجازاته، فان شاء الله باذن الله هيقدروا ياخدوا وهيقدروا يبسطوا جماهير النادي الاهلي ويحط النادي الاهلي في المكان المضبوطه ليه. وتاني هقول واكرر، النادي الاهلي السنه اللي فاتت ما خسرش، النادي الاهلي خسر بطوله كاس في سيدات البولي، والناحيه الثانيه خسرنا دوري وكاس. الناس علينا، لكن بقول برضو ان فرقنا طلعت بنتائج كويسه السنه اللي فاتت، لكن ان شاء الله هيكون على قدر طموح الجماهير وعلى قدر طموح اللي احنا عايزينه، ان احنا نكسب الدوري والكاس باذن الله، نرجعوا للماسترز، والكل عارفين مين الماسترز في مصر، وهو فرقه الطايره في النادي الاهلي.
كابتن خالد، يعني انا مش هطول معاك، ولكن هل محتاج ان انت تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير؟ الصفقات اللي لانه خلي بالك احنا في النشاط الرياضي دلوقتي الناس بتسالني زيه زي الكوره، طبعا انت واصل لك الموضوع، ولكن انا بالنسبه لي ما بعرفش اقول حاجه، لكن اكيد أول انت نصيحة بيوصلك مني ان جمهور النادي الاهلي بيسال في النشاط الرياضي وفي العاب النشاط الرياضي سله وطايره وكل الالعاب تمام. بيسالوا زيهم زي الكوره بالظبط دلوقتي. أنا طبعًا هقول له أحترم جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي كان متخوف إن يحصل بعض ال زي بيقولوا إيه تقليل النفقات أو تقليل الأمور، تخفيض حاجة معينة بالظبط عشان لعيبة المحترفين أو كده. الكلام ده ليس يوجد له أساس من الصحة. أي مدير فني يطلب من النادي الأهلي أي طلب هيتنفذ له في التو والحال، واكيد بنطلب منه ان احنا نجيب الناس اللي هو المحترفين على قدر النادي الاهلي، هو ده طلب النادي الاهلي الاساسي. لكن احنا ولا هنوفر ولا هنعمل بحب النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي، بنقول له اطمن، انا ناس محترمه جدا مديرين فنيين على قدر المسؤوليه، يحسبوا حساباتهم مظبوط، وان شاء الله باذن الله اخر السيزون هتتفرج الناس باذن الله هتشتغل شغل كويس ويقدروا يسعدوا جماهير النادي الاهلي. كل المنظومه دي شغاله، اتعاد جمهور النادي الاهلي الكبير في العالم كله مش في مصر بس، وانت عارف قد ايه وقدر جمهور النادي الاهلي عندنا في قلوبنا، فنقول له ادعوا لنا وعشان ربنا يكرمنا، وباذن الله المحترفين هيوصلوا قريب جدا، وهنبتدي نعلم الاسبوع الجاي عن محترفين في كل الالعاب. انا عارف الناس نفسها الملف ده كان خلص قبل كده السنه اللي بالظبط فاتت سريعا جدا، والناس كلها شايفه ان احنا متاخرين، اطمنوا احنا مش متاخرين خالص، احنا انجزنا بدل زرع انجز حاجات، ولسه في حاجات هننجزها، لكن ان شاء الله باذن الله على يوم مثلا 15 20 هيبتدي يعلن رسميا عن مين المحترفين المتواجدين في النادي الاهلي باذن الله في السيزون الجديد. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد.